والآن يكرم السيد الرئيس عدداً من النماذج المضيئة من محافظة الدقهلية. أحمد أسامة محمد محمد علي، طالب بالفرقة الرابعة كلية هندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، استطاع عبور بحر المانش في سبتمبر الماضي، قطع مسافة 65 كيلومتر سباحة متصلة في 13 ساعة و59 دقيقة، ويأمل أحمد في تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال عبور أكبر 7 بحار حول العالم. الدكتور حسام الدين إبراهيم علي شرف، حاصل على بكالوريوس صيدلة وحاصل على المركز الثاني في الأبحاث العلمية على مستوى العالم في المؤتمر الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة الأبحاث العلمية العام 2021. إيمان عيد سلامة محمد، طالبة امتياز كلية علاج طبيعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، حاصلة على المركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في الدوري الثقافي على مستوى الجامعات الإفريقية خلال عام 2021. جمانة مسعد أحمد، طالبة بالفرقة الأولى كلية طب بالفم والأسنان جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحاصلة على المركز الأول في بطولة الجمهورية لرياضة الكاراتيه خلال عامي 2020-2021. جوفاني أسامة ويليام، طالب في الفرقة الثانية كلية طب جامعة المنصورة الجديدة، ونتيجة لتميزه العلمي حصل على منحة تفوق من جامعة المنصورة الجديدة، ويهتم بمجال الأبحاث والاكتشافات العلمية. دكتورة رنا حامد عبد الواحد، أول باحثة من ذوي البصيرة تحصل على الدكتوراه من كلية الآداب جامعة المنصورة عام 2022، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين لعام 2003، وتعمل حالياً معلم لغة إنجليزية بمدرسة النور للمكفوفين بالمنصورة. مهندسة لميس محمد محمد معوض، مهندسة بإدارة الطرق وتنسيق الموقع بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، والمهندس المسؤول عن مشروع جامعة المنصورة الجديدة، قدمت أداء متميز في جميع المهام المسؤول عنها وفي إدارتها لمواقع العمل. الأستاذ محمد عبد العزيز،
يعمل في صيانة أعمال الزراعة بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، يؤدي عمله بإخلاص وتفاني، يساعد في بعض الأعمال الإدارية التي تطلب منه بكل صدق وأمانة وإخلاص. الأستاذ الدكتور وليد النحاس، مدير مركز الأورام جامعة المنصورة، أكبر مراكز أورام بمنطقة الدلتا، ونجح المركز أن يكون أول مركز أورام في الوطن العربي وإفريقيا يعتمد من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية كمكان للتدريب على جراحات الأورام النسائية.